نقطه دي حقيقه. فكنا برضو بنقول الكلام ده، ده الجو كان حر قوي، ده الرطوبه عاليه مش قادرين ناخد نفسنا، ده مطره شغاله، ما اعرفش. لكن هو في الاساس احنا ما استعدتش، في الاساس انا ما استعدتش. كل دي مبررات دلوقتي، الحاجات دي كلها كل حاجه متاحه دلوقتي، فلوس، ادوات، ملابس، فنادق، كل حاجة متاحة. ما عندكش أي حجة ولا أي مبرر غير أنك تستعد الاستعداد الجيد. يعني أنت لن تقبل بفكرة الحكم والحرارة والرطوبة لا. من أي نادي؟ يعني أنت راجل بتكلم عن مصر كلها. أنا بتكلم من موقعي أن أنا راجل مدير فني منتخب مصر، فبتكلم على الكرة في مصر عامة. يعني كابتن حسن، لو عرضوا عليك أنك تدرب النادي الأهلي هتوافق؟ هو أنا مع منتخب مصر؟ لا، ولا أنا من غير؟ طبعا انا الراجل بروفيشنال. لو انت عندك امثله كتيره يعني يعني بدايتها اولهم او كابتن جوهري، ما هو راجل اهلاوي ومعروف عنه كذا كذا ومدرب الزمالك. صحيح. لكن فانا راجل بروفيشنال. يعني ان انا النهارده اي نادي اي نادي طالما انا مش موجود في المنتخب ومش موجود في نادي الزمالك، فانا ليه حق ان انا ادرب اي نادي. والنادي الاهلي يجوز جدا. واي نوت، ليه لا؟ النادي الاهلي ده نادي كبير. حسن شحاته، النادي الاهلي نادي كبير. لا مش كبير بس، النادي الاهلي بس نادي عملاق. طيب خلاص، فعشان كده بقول لك يا راجل بروفيشنال، لو انا مش موجود في المنتخب ومش موجود مع الزمالك، طب ما انا ممكن ليا الحق ان انا ادرب النادي الاهلي او غير النادي الاهلي. ولو تعرض الاهلي والزمالك تروح الزمالك بس، ما تروحش الاهلي؟ معلش، دي حاجه وقتيه بقى، وقتها هنتكلم فيها. تعرف انا رحت الاهلي ستورز اللي بيبيعوا فيه فانيلات الاهلي، المحلات اللي عملوها، دخلت ده، فطبعا ذهلوا الجماعه، الراجل الزملكاوي جاي بيحيى معايا يا ابني، فقلت لهم ده يحيى وفاطمه اهلاويه فظاع، وابو تريكه وفانيلا 22 فيعني وتصوروا بقى مع الاهلي وفانيلات الاهلي، وبعدين صمموا ان انا اكتب كلمه على اللوحه كويس. فكتبت هذا ما جناه ابني عليا. ازاي خليت كريم واسلام الزملكاويه، ولا ما كانش في فرصه انهم يبقوا اهلاويه؟ لا، هو كريم قبل اسلام.